بحيث انهم يتقوا الله، ونبغوا نجيبوا حتى اللي يحاول يكون مسؤول يجيبوه كل الفرضي والاختلاف في الارض. وحتى ديروا في الرساله التي نكتب عليها اللي هي فكره الثوار مش هم المحللين فقط. بالضبط، ما في قالوا لا ما يحطوش بكره عن طلاب الحريه، ما فيش ما عندهم ما عندهمش علم في بكره في الساحه. ما عندهمش علم هنا في مطعم في الساحه بكره اصلا. في الناس الصغار يجيبوا اذا كان هو شكر وبالتالي والله بعد الخطاب انا والله نسيت مساحه. يا رجل يا رجل معي نحن شيء وما يمنوش علينا حاجه، ما عطونا شيء بالضبط 10 شهور نحن كان واحد منهم اعطانا جنيه يجي قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. التجهيزات إن شاء الله يقوم بها المركز الإعلامي هي تجهيزات فنية، واللي هي تتكون من قسم الخط والرسم ومعرض الصور إن شاء الله، والقسم الآخر اللي هو الميداني اللي متعاونين فيه إحنا وأخوتنا تجمع الساحة الحرية. يتم تجهيز إن شاء الله المعرض والساحة والمنصة، تجهيز إن شاء الله يليق بالاحتفالية، والاحتفالية هذه احتفال إن شاء الله حيكون الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير، وهي ثورة شعبية بالوجه التحديد يعني. طبعا الدعم يكون في الاحتفالية هذه إن شاء الله حتتكون من يوم حتنطلق من يوم 15 إلى يوم إن شاء الله 20، وعدين نحن البرنامج التاح إن شاء الله نحن واتفاق مع أخوتنا في ساحة تجمع ساحة الحرية، والشقوق إن شاء الله اللي حنخدموا عليهم نخدموا مثلا على 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 الخط والرسم اللي هو طبعا إعداد المعرض، صور اللي تشوف فيه لدينا طبعا ورايح يكون من مجموعة كبيرة في المعرض، وحيجهزوا الشباب إن شاء الله رسومات، وحنجهزوا لافتات يليقا بيش بالمناسبة اللي هي الذكرى الأولى للثورة يعني. ونحب ننوه على حاجة أنا اللي هي طبعا الاحتفال هذا يكون إن شاء الله شعبي ودعم من الناس يعني، لا الدولة ولا الحكومة ولا المجلس الانتقالي له فيه مساهمات. وفي الشق الثاني اللي هو حيكمل زميلي محمد سلامة طبعا أحد الأعضاء المكلفين من المركز الإعلامي. بالنسبة للاحتفالية هذه أو إحياء الذكرى، هو اللي حيكون في ساحة التحرير أو حيتغير اسمها، حيجد اسمها ساحة التغيير، اللي هي حتغير أساسا، حتكون تغير أساس مسار الثورة، المسار اللي تصحيح مسار الثورة.
اليوم بغيروا كل الحاجات الأخطاء اللي صاروا، بما أن بنغازي هي عاصمة الثورة، هي اللي انطلقت منها الشرارة، هي اللي كانت منها البداية، فيجب أن يكون فيها احتفال يليق بالثورة الشعبية هذه الكبيرة اللي غطت جميع أنحاء ليبيا، وأن هي احتضنت جميع أنحاء ليبيا، وكان فيها جميع الناس كلهم كانوا يجوا لبنغازي في فترة الثورة، فكان لازم أن نحن نقوموا بخطوة. فاقترحوا علينا جماعة تجمع ساحة التحرير وساحة الحرية، فكان تكليف تم تكليف المركز الإعلامي بالتنظيم للفترة الاحتفالية هذه، وهو بعد فترة الاحتفالية بأنهم يستلموا ساحة الحرية بالكامل. فقاعدين إن شاء الله قاعدين يشتغلوا على حاجات كويسة، منها حفل غنائي كبير حيجمع مجموعة كبيرة كبيرة جدا من الفنانين، حيجوا للساحة، حيكونوا على المنصة بأغانيهم اللي شاركت في الثورة واللي بعد الثورة، وحيكون فيها احتفاليات كبيرة منها عرض مقاطع الفيديو وأفلام وثائقية. حيكون إن شاء الله احتفال مش حيكون مجرد يوم 15 و16 و17 و18، حيمتد الاحتفال ممكن أنا أتوقع يمكن شهر أو شهرين على الأقل. أكيد ما قاعدين نشوفوا كلنا وكيف ما قاعدين في بنغازي وعايشين فيها وشايفين الوضع، أن بنغازي قاعدة تستغيب، أن بنغازي احتضنت ليبيا كلها طوال 18 المفروض في كبرنامجنا احنا كلجنة الاحتفال مخصصين جزئية للموضوع هذا، أن النداء هذا بنوصله، أن هذه الفترة هذه كلها العالم كله قاعد يشوف في بنغازي تو فترة الاحتفالات وليبيا كلها، فأنا بنوجه كلمة لليبيا. والله في اتصالات مع مجموعة من الصحفيين الأجانب اتصلوا بينا وقالوا مجموعة لا بأس بها، يعني اللي كانوا بداية الثورة وأبدوا أنهم يبدو أنهم حاضرين، كانوا كلهم يحصلوا شنو الاحتفالات شنو مجهزين شنو، وعرضنا عليهم بدنا لنا في احتفالات وفي كذا كذا، وكلهم حابين جو حبوا بنغازي وحابين أنهم يجوا يعيدوا ذكريات الثورة اللي عاشوها. حيكلف الدولة ولا جنيه، الاحتفال هذا هو احتفال شعبي يعني مش شعب، كيف ما بدأت الثورة ما دفعتش فيها الدولة ولا قرش، نفس الفكرة حتكون ان الاحتفال هذا حيبدأ من الناس، نحن مجرد لجنة تنظيمية، ونحن برضو كمركز اعلامي كتجمع ساحة التحرير برضو حيكون مش حندفعوا فلوس من جيبنا، نحن متبرعين كل الموضوع تطوعي، نحن مجرد لجنة تنظيم مش يطلع الاحتفال بشكل كويس، بس مش اللي بنقوله أخرب بصفة أخرى، يعني مش نحن أصحاب الحفل، ليبيا هي صاحبة الحفل، نحن تنظيم بس، يعني نحن موضوع وعملية تنظيمية فقط،